خلونا دلوقتي زي ما احنا عارفين ان بدأ في ارتفاع في درجات الحرارة، فنروح لزميلتنا دينا شرف ونعرف منها تفاصيل حالة الطقس والعملات، ويعني معاكي كوليكشن كده باكج كده عظيمه يعني. صباح الخير يا احمد. صباح الخير هدير. صباح الخير على كل مصريين في كل مكان، وكل مصر وهي طيبه وبخير دايما باذن الله. فعلا في ارتفاع طفيف النهارده في درجات الحراره، لكن قبل ما اطمنك على حاله الجو تعالى كمان نستعرض مع حضراتكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع 18 جنيه 43 قرش، وسعر الشراء 18 جنيه 34 قرش. اليورو 20 جنيه و10 قروش للبيع و19 جنيه 99 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 24 جنيه 21 قرش للبيع و23 جنيه و8 قروش للشراء. فرانك سويسري 19 جنيه 72 قرش للبيع و19 جنيه 61 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 89 قرش للبيع و2 جنيه 87 قرش للشراء. ريال السعودي 4 جنيه 91 قرش للبيع و4 جنيه 89 قرش للشراء. دينار الكويتي 60 جنيه و51 قرش للبيع و60 جنيه و11 قرش للشراء. الدرهم الإماراتي 5 جنيه وقرشين للبيع و4 جنيه و99 قرش للشراء. هنبدأ معاكم بقى أسعار الذهب النهارده، متوسط أسعار الذهب، وهنبدأ من عيار 18 اللي وصل ل 872 جنيه، عيار 21 1018 جنيه، عيار 24 1164 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 8144 جنيه. هطمنكم على حالة الجو سريعا، لكن خلونا نستعرض معاكم جولة عن أحوال الطقس. النهارده في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، هيوصل لتسع درجات على القاهرة، والجو كمان هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. في نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية، وهتكون مثيرة الرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى علم 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.